مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو جدا سهلة وسريعة. عنا اول شي كوبين حليب، نص كوب كريمة سائلة فينا نستبدلها بعلبة قشطة. هيدا الكوب اللي عيرت فيه الحليب، 4 معالق طعم نشا، 4 معالق طعم سكر، كمان 2 ملاعق طعم كاكاو وعلبة بسكويت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط فوق الحليب نشا، سكر، الكاكاو. طريقتها جدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت أبدا بالتحضير. حركونا شوي مع بعض. هلأ بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا المزيج. بلش يشتد عنا الخليط. هلأ بحط الكريمة. بسم الله، كمان بستمر بالتحريك. بصر عندي الخليط بهيدي السماكة. هلا منطفي الغاز. هلا بحط بسكوت بالصينية. حطوا من الخليط على البسكوتات. حط بسكوت، كمان بحط الخليط. حط بعد بسكوت. اخر شي منحط هيدا الخليط الباقي. بعد ما حطيناهم بهيدا الشكل هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعتين. هيدي الحلو اللي عملتها أنا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد ساعتين. هلأ عندي فستق حلبي بدي زينها بالفستق الحلبي. الزيني أكيد مثل ما بقلكم حسب ما أنتوا بتحبوا. هلأ بعد ما حطينا الفستق الحلبي بدنا نشوف كيف طلعت. شفتوا شو رائعة؟ هيدا الشكل النهائي، بتطلع بهيدا الشكل كريمي وبسكوت كتير رائعة. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.